بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الدعوة إلى الله عز وجل هي مهمة الرسل من أولهم إلى آخرهم، يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنهم يطلبون من الناس الدخول في دين الله وإخلاص العبادة لله، لأن الله خلقهم لذلك، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن شياطين الإنس والجن يصرفونهم عن ذلك ويأمرونهم بعبادة غير الله عز وجل. فالله بعث الرسل ليردوا الناس إلى عبادة الله التي خلقهم من أجلها، وفيها صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الرسل جاءوا بهذا، دعوة إلى الله بإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو الأصل في الدعوة، وهو الأساس الدعوة إلى الله عز وجل. ويتبع ذلك دعوة من دخل في الإسلام أن يستقيم عليه وأن يثبت عليه وأن يحذر من دعاة الضلال وأسباب الفتنة. كل هذا يدخل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا وصف هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يدعو إلى الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال له: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأمره أن يقول للناس: هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والدعوة إلى الله تسبق الجهاد، فلا يكون الجهاد إلا بعد الدعوة إلى الله. فالناس يدعون إلى الإسلام ويبين لهم هذا الإسلام ومزاياه وفضائله، ف
فإن استجابوا فالحمد لله، وهذا هو المطلوب، وإن أبوا إلا الصد عن سبيل الله وأرادوا بقاء الكفر والشرك ونهوا عن التوحيد والإيمان فإنهم يجاهدون بالسيف حتى ينقمع شرهم وتخمد فتنتهم. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا هو القصد. فالعباد عباد الله، والعبادة حق لله عليهم، ومن أجلها خلقوا، فكيف يتركونها ويعبدون غير الله؟ هذا من العجائب. إلا أن دعاة الضلال ودعاة الفتنة هم الذين يصرفونهم ليهلكوهم. فمن رحمة الله جل وعلا أنه أرسل الرسل لدعوتهم وردهم إلى ما فيه مصلحتهم وهو عبادة الله عز وجل، وإلا فإن الله غني عنهم سبحانه وتعالى. عبدوه أو لم يعبدوه، عبدوه أو لم يعبدوه، الله غني عنهم وملكه تام بدونهم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. فالمصلحة عائدة عليهم، هم الذين بحاجة إلى عبادة الله عز وجل ليدخلوا في رحمته ويدخلوا في جنته وينالوا سعادة الدنيا والآخرة. هذا من رحمة الله بهم وإحسانه إليهم أنه يدعوهم إلى ما فيه مصلحتهم. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، فهو يدعوهم سبحانه ليغفر لهم من ذنوبه، وهو يدعوهم سبحانه وتعالى إلى الجنة، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. هذا المقصود من الدعوة إلى الله عز وجل. وقد أمر الله هذه الأمة بأن يكون فيها دعاة، قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلا يجوز أن هذه الأمة تخلو من الدعوة إلى الله، بل لا بد أن يكون فيها دعاة إلى الله في كل زمان وفي كل مكان إلى أن تقوم الساعة. وقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة خيرها يتعدى إلى غيرها، لا يقتصر خيرها عليها بل يتعدى إلى غيرها من البشر لإخراجهم من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن النار إلى الجنة. هذا هو الغرض من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله من أفضل الأعمال، قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأحسن القول قول من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لا أحد أحسن منه.
فهذا الأمر أمر مهم مهم جدا، والدعوة لها فضل عظيم يرجع إلى الداعي ويرجع إلى المدعوين. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما أعطاه الراية يوم خيبر، قال له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، يعني اليهود، أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي من الإبل النفيسة، لأن الناس كانوا يتنافسون في اقتناء الإبل يعجبون بها. فالدعوة إلى الله إذا هدى الله بها ولو رجلا واحدا خير من ما يتنافس فيه الناس من أمور الدنيا. فالواجب أن يتنافس الناس في الدعوة إلى الله لا في أمور الدنيا، أمور الدنيا مباحة إذا كانت من كسب حلال ولا بد للناس من ذلك، ولكن الدعوة إلى الله هي خير مما في الدنيا لما يترتب عليها من انتفاع الداعي والمدعوين إذا هداهم الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. نعم، هناك دعاة إلى الخير وهناك دعاة إلى الشر، حكمة من الله سبحانه وتعالى من أجل الابتلاء والامتحان، ولكن دعاة الخير يحصلون على الخير لأنفسهم ويحصل الخير أيضا لغيرهم ممن استجاب لهم. وهل انتشر هذا الدين وعم المشارق والمغارب إلا بواسطة الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله؟ فلو أن المسلمين اقتصروا على أنفسهم تركوا الناس لما انتشر هذا الدين ولما أنقذ الله به هذه الأمة المحمدية التي صارت أكثر العالم، صارت أكثر العالم في الدنيا وهم أكثر الناس في الآخرة، هم أكثر الناس في الآخرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه البلاد ولله الحمد وغيرها من بلاد المسلمين، ولكن هذه البلاد بالذات اهتمت بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فكونت أجهزة حكومية للدعوة إلى الله متمثلة في وزارة الأوقاف، الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، انتشرت في المملكة مكاتبها وإلى جانبها المكاتب
التعاونية وفيها خير عظيم، هذا مما يدل على أهمية الدعوة عند أهل هذه البلاد حكاماً ومحكومين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وفي بلاد المسلمين أيضاً الممتدة فيها دعاة إلى الله، لا تخلو الأرض من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من ميزة هذه الأمة كما قال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. حصر الفلاح فيهم، حصر الفلاح في الذين يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا مما يدل على أهمية الدعوة إلى الله وأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلا أنه يجب على من يتقدم للدعوة إلى الله أن يكون مؤهلاً، أن يكون مؤهلاً بالعلم والمواصفات التي يتصف بها الداعية إلى الله، لأجل أن تكون دعوته على بصيرة، كما قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني عنده علم وبصيرة بما يدعو إليه، وإلا كيف يدعو وهو جاهل؟ لا بد أن يكون الذي يدعو إلى الله أولاً مؤهلاً بالعلم على بصيرة، والبصيرة هي العلم، فلا يتقدم للدعوة إلا بعدما يتعلم كيف يتعلم ما هو الذي يدعو إليه، ويتعلم الطريقة التي بها يدعو الناس حتى تكون دعوته مثمرة ومفيدة. وكذلك من المؤهلات للداعية بعد العلم أن تكون دعوته بالحكمة. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. تكون دعوته بالحكمة، والحكمة يراد بها العلم أيضا، ويراد بها وضع الأمور في مواضعها، هذه هي الحكمة. فلا بد أن يكون الداعية عنده حكمة في دعوته، في خطوات الدعوة وتدرجاتها، في مخاطبة الناس المدعوين. ومن الحكمة اللين في الكلام مع المدعو، يلين له بالكلام حتى يتأثر ويقبل، ولا يأتيه ويقابله بكلام قاس ومنفر، بل يدعوه برفق وكلام طيب حتى يؤثر فيه. لما أرسل الله موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، لما أرسل موسى وهارون إليه قال: فأتياه فقولا إنا رسول ربك، رسول ربك، نحن لم نأتك من عندنا، وإنما جئناك من عند ربك، من عند الله عز وجل، حتى يعلم، وهو يعلم أن له ربا.
وقال جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له، أي لفرعون، قولا لينا ليس فيه قسوة، لئلا ينفر، ولأن الكلام اللين يجذب الإنسان ويصغي إلى صاحبه لعله يتذكر، يتذكر خطأه فيما يدعي، أو يخشى الله سبحانه وتعالى أن يعاقبه. الكلام اللين له تأثير. قال الله جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. الله أعطى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يلين للناس بالدعوة، يخاطبهم بما يقربهم إلى الخير ولا ينفرهم، بالكلام اللين والكلام الطيب الذي يكون له تأثير على السامع. الله جل وعلا قال: وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، أي كلاما حسنا، من أجل أن يكون لدعوتكم تأثير وقبول. هذه خطوة، وهي اللين مع المدعو في الكلام ومخاطبته بما يؤثر عليه. ولا شك أن الكلام اللين والكلام الطيب أنه يؤثر على السامع ويجلبه إلى القبول، بخلاف الكلام القاسي والكلام الفظ فإنه ينفره ويزيده شرا، حتى ولو كان كافرا. هل هناك أكفر من فرعون؟ ومع هذا قال الله جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. خاطبه بالكلام اللين: هل لك، هل ترغب في هذا، هل لك إلى أن تزكى، أي تتطهر مما أنت فيه من الشرك والكفر، وأهديك إلى ربك، يعني أدلك إلى ربك الذي خلقك فتخشاه سبحانه وتعالى. هذا من اللطف في الدعوة إلى الله عز وجل حتى مع أكفر الناس، فكيف بمن هو دون ذلك. وكذلك من الحكمة في الدعوة التدرج مع المدعو، لا تأتيه الأمور جميعا، تدعوه إلى التوحيد، إلى الصلاة، إلى الزكاة، إلى الصيام، إلى الحج، إلى بقية الأعمال، تدعوه دفعة واحدة ينفر. لكنك إذا جئته بالتدرج شيئا فشيئا فهذا أدعى للقبول. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد في فقرائهم. فأمره أن يتدرج معهم شيئا فشيئا ولا يأتيهم بالطلبات جميعا، لأن هذا يثقل عليهم وينفرهم. وكما سمعتم في الآية أن الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وهذا بحسب أحوال المدعوين. فالخطوة الأولى للحكمة تذكير تنبيه مع اللطف في الكلام، لأن المدعو قد يكون جاهلا، قد يكون المدعو جاهلا ومرتكبا لما هو عليه من لأنه جاهل، فهذا يترفق معه ويدعى بالحكمة والرفق واللين، لأنه إذا عرف الحق يقبله. المرحلة الثانية إذا لم يكن جاهلا وكان يرتكب الأخطاء وهو يعرفها، فهذا يحتاج إلى الموعظة والتخويف بالله عز وجل، موعظة، موعظة الحسنة أيضا، لا تكون موعظة قاسية إنما تكون موعظة حسنة تدخل القلب، ويقال له: أنت تعرف الحق وتعرف أنك مخطي، عليك أن تخاف من الله عز وجل ومن العقوبة. هذه هي الموعظة الحسنة. الحالة الثالثة إذا كان عنده شبهات ومعارضات، عنده شبهات ومعارضات يقابل الداعية بها، فهذا يجادل لكشف شبهاته وبيان الخطأ الذي هو عليه، ويكون ذلك بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، لا بالعنف ولا بالقسوة، بل يبين له الحق من الباطل بأسلوب حسن وأسلوب علمي، أسلوب علمي حسن، بحيث يدحض الشبهات التي عنده والتي يدلي بها حتى لا يبقى ما يتعلل به عن قبول الحق. فهذا من التدرج في الدعوة مع المدعوين وأحوال المدعوين بحسب أحوالهم. وكذلك من الحكمة في الدعوة تأليف، تأليف بالمال، تأليف بالمال. إذا كان الداعية عنده مال أو يأتي بواسطته مال من المحسنين، فإنه يتألف المدعوين ويعطيهم من المال ما يجذبهم. قد كان صلى الله عليه وسلم يتألف الناس بالعطاء حتى يقبلوا هذا الدين. المؤلفة قلوبهم لهم نصيب من الزكاة، يعطون حتى يعرفوا أن هذا الدين دين الخير ودين الرحمة، فيدخلون فيه طمعا في المال، ثم إذا تمكن الإسلام من قلوبهم صار أحب إليهم من الدنيا وما فيها، كما قال أحد المؤلفة قلوبهم: إن كان أحدنا يسلم لا يريد إلا المال، ثم يمسي
والدين أحب إليه من الدنيا وما فيها. صفوان بن أمية كان من الكفار ومن المعاندين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم تألفه وأعطاه من المال في غزوة حنين من مغانم حنين، أعطاه وأعطاه، قال ما زال يعطيني، وإنه لم قال عليه، قال صفوان كان محمد أبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى صار أحب إلي من الدنيا وما فيها، أحب إلي من الدنيا وما فيها. إن كان الرجل منا ليسلم لا يريد إلا المال ثم يمسي والدين أحب إليه من الدنيا وما فيها. هكذا تألف بالمال، هذا من الحكمة، من الحكمة في الدعوة. فالداعية يستعمل الحكمة في مراحلها وحسب أحوال المدعوين. وكذلك ثمامة بن وثال سيد أهل اليمامة جاء يريد العمرة وهو كافر، فأخذته خيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأسرته وذهبت به إلى المدينة، ذهبت به إلى المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسر في سارية المسجد، ربط في سارية المسجد. وكان صلى الله عليه وسلم يأتيه وهو مربوط مأسور ويقول له ما وراءك يا ثمامة، فيقول خيرا يا محمد، إن شئت مالا وإن شئت أن تقتص، ثم يذهب ويتركه. ثم يأتيه ويقول ما وراءك يا ثمامة، ثم يجيب مثل ما جواب في الأول، إن تقتص من ذي حق، وإن تريد مالا أعطيناك، لأنه ثري، هو سيد أهل اليمامة ثري. في المرة الثالثة قال صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، فأطلقوه، فأثر ذلك في قلبه، أثر ذلك في قلبه من تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معه بهذه الحكمة، فذهب واغتسل، ذهب واغتسل من أحد حوائط المدينة، ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله يا محمد يا رسول الله إنك لمن أبغض الناس إلي وإنك الآن لمن أحب الناس إلي، والله يا محمد ما على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، والآن والله لدينك أحب إلي من الدنيا وما فيها، لدينك أحب إلي من الدنيا وما فيها. وكان يكره أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أصبح لا يشبع من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لمحبته له. ثم إنه قال لأقطعن عن أهل مكة، لأقطعن عن أهل مكة المؤونة، لأن اليمامة كانت فيها زراعة وفيها وكان يأتي منها الحبوب إلى أهل مكة. فلما أسلم ثمامة قاطعهم ومنع الحبوب عنهم من أجل العقوبة لهم ومناصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حصل هذا من هذا الزعيم؟ إنما حصل بالحكمة من الرسول صلى الله عليه وسلم.
وتأليف هذا الرجل. فالحكمة تفعل في القلوب فعلها بخلاف العنف والقسوة والتوبيخ، فإنه ينفر الناس ولا يأتي بخير. فهذه من الحكمة في الدعوة. فينبغي للدعاة إلى الله أن يترسموا هذه الأمور من أنواع الحكمة. وكذلك من الحكمة في الدعوة إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فإن الله سبحانه بعث هذا الرسول ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وكيف يخرجهم من ذلك إلا بالدعوة إلى الله. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فكيف يخرج الناس من الظلمات إلى النور إلا بالدعوة إلى الله عز وجل، وعرض الإسلام عليهم عرضاً حسناً. فالمسلم يدعو إلى الله حتى بأفعاله وأقواله، لو لم يتكلم إذا أحسن الأفعال واستقام على الدين ولازم الصدق والأمانة، فإنه يمثل الإسلام في بلاد الكفر، فإذا رآه الكفار بهذه الصفة أثر ذلك فيهم وعرفوا أن الإسلام هو دين الحق. هذا بفعله. فكيف إذا نطق بك بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن؟ فالمسلم يدعو إلى الله بقوله وبأفعاله. ولذلك يجب على الذي يدعو إلى الله أن يعمل بما يقول. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فكيف يأمر الناس بالبر وينسى نفسه؟ ومن الحكمة في الدعوة أنه يبدأ بأقرب الناس إليه، لا يذهب إلى الأبعدين، يترك أولاده وأهل بيته وجيرانه وأهل بلده. وقال جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأمر أهلك بالصلاة اصطبر عليها. فالداعية يكون يبدأ أولا بنفسه وبمن تحت يده وبجيرانه وأهل بلده، ولا يذهب إلى الأبعدين. هذا من الحكمة في الدعوة، أنه يبدأ بأقرب الناس إليه. إبراهيم عليه السلام أول ما بدأ بأبيه، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ لأنه كان يعبد الأصنام، بل إنه كان يصنع الأصنام ويبيعها. فإبراهيم خاطبه: يا أبتي، خطاب الرفق اللين، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ حجارة منحوتة جامدة أنت تصنعها بيدك، كيف تعبدها من دون الله؟ هذا من الجدال بالتي هي أحسن. ومن الحكمة مع المدعو، ما قال: يا كافر يا عدو الله، بل قال: يا أبتي، باب الشفقة، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، جاءني من العلم. أنا أدعوك بعلم، ما أدعوك بجهل أو عاطفة فقط، إنما أدعوك بالعلم. فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف، شوف كيف يكرر: يا أبتي يا أبتي،
إني أخاف أن يمسك عذاب من الشيطان، أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. تلطفات لدعوة الخليل عليه السلام. فيؤخذ من هذا أمران: الأمر الأول أنه يبدأ بالأقرب، أقرب الناس إليه، والأمر الثاني أنه يتلطف ويتدرج معه في الخطاب شيئا فشيئا. هذه أساليب الدعوة، وهذا خطاب الدعوة إلى الله عز وجل، نأخذه من سير الأنبياء وأقوالهم مع قومهم ونقتدي بهم، لا سيما الخليل عليه الصلاة والسلام، الخليل الأول وهو إبراهيم، والخليل الثاني وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لما أخرجه أهل مكة في يوم من الأيام وضيقوا عليه، وخرج ما يدري وين يذهب عليه الصلاة والسلام، ما يدري وين يذهب، مات عمه الذي يدافع عنه، وماتت زوجته خديجة التي تؤنسه وتسري عنه وتؤيده، وضايقه الكفار، فخرج هائما لا يدري أين يذهب، وإذا بجبريل عليه السلام يناديه: يا محمد. رفع رأسه فإذا جبريل عليه السلام، فقال له: يا محمد، هذا ملك الجبال يستأذنك أن يطبق عليهم الأخشبين. تعرفون الأخشبين؟ الجبلان المحيطان بمكة، أن يطبق عليهم الأخشبين. قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أستأني بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. كذلك يكون عند الداعية، يكون عند الداعية حسن ظن بالله، ولا ييأس، لا ييأس، ولو قوبل بما لا يليق أو بالقسوة من المدعوين، لا ييأس، بل يستمر في الدعوة إلى الله عز وجل، ويصبر، يصبر على ذلك، يصبر على ما أصابه، ويصبر على عدم استجابتهم له. ولهذا يقول الله لنبيه: لا تحزن عليهم، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا. لا تنزعج في كونهم لا يقبلون الدعوة، عليك بالصبر والاستمرار. وماذا كانت النتيجة من وراء هذه الإرشادات العظيمة التي مشى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في النهاية نصره الله عليهم، نصره الله عليهم نصرا مؤزرا، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وفتح الله عليه مكة التي أخرج منها، خرج مختفيا مع صاحبه واختفيا في الغار، بعد سنوات قليلة جاء ومعه الجنود المسلحون 10,000 أو أكثر من المهاجرين والأنصار، وفتح الله له مكة. اجتمعوا في المسجد الحرام الذين كانوا يناوئونه وكانوا يقسون عليه وأخرجوه صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا ينظرون ماذا سيفعل بهم، ماذا سيفعل بهم بعد أفعالهم، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا معشر قريش، يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ. قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم جميعا، عفى عنهم جميعا عليه الصلاة والسلام، بعد أن مكنه الله منهم، لم يعمل السيف في رقابهم. ثم كان من أثر ذلك أنهم دخلوا في دين الله أفواجا، وصار الذين يعادونه في الأول هم الذين ناصروه في الأخير، وجاهدوا في سبيل الله، وحملوا هذا الدين في المشارق والمغارب. هذه نتيجة الدعوة إلى الله بالحكمة، الدعوة إلى الله بالصبر، الدعوة إلى الله بالتحمل، الدعوة إلى الله بإخلاص النية،
إخلاص النية أيضاً، يكون الإنسان ما يغضب لنفسه إذا أصيب أو إذا أوذي، ما يغضب لنفسه، وإنما يغضب لله عز وجل. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لنفسه أبداً، وإنما ينتصر لحرمات الله إذا انتهكت. هذه صفات الداعية متمثلة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل يمن علينا وعليكم بأن يجعلنا من الدعاة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن نكون على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نكون من الدعاة إلى الله عز وجل، كل بحسب جهده، حسب مقدوره، وحسب استطاعته، وتتضافر الجهود ثم يحصل الخير إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على هذه المحاضرة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها بالقبول الحسن، وأن ينفع بها من قالها ومن استمع إليها. فضيلة الشيخ، هذه مجموعة كبيرة من الأسئلة، نستأذن فضيلتكم في عرض ما يتعلق منها بموضوع المحاضرة. نعم. سائل يقول: الداعي إلى الله تعالى هل يبدأ ببيان العقيدة السلفية الصحيحة، أم يبدأ بتزكية النفوس وفضائل الأعمال، وهل تحتاج بلادنا للدعوة إلى التوحيد؟ نعم، الداعية إلى الله يسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الرسل من قبله. أول ما يبدأ بإصلاح العقيدة، أول ما يبدأ بإصلاح العقيدة، عقيدة التوحيد، لأنها هي الأساس. إذا حصل فيها خلل فلا فائدة من بقية الأعمال، ما إذا صلحت العقيدة تقبلت الأعمال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا التوحيد. والمسلمون بحاجة إلى الدعوة إلى التوحيد، يكون عندهم غلط، يكون عندهم خطأ، يكون عندهم أفكار سيئة، يحتاجون إلى الدعوة وهم مسلمون. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وهم علماء، أهل الكتاب علماء، ومع هذا احتاجوا إلى الدعوة، احتاجوا إلى من يدعوهم إلى الله. الله جل وعلا قال: يا أيها النبي اتق الله. النبي قال له اتق الله، أمره الله بالتقوى، مع أنه يتقي الله عليه الصلاة والسلام، ولكن المراد بذلك تذكيره وتثبيته على تقوى الله. المسلم يثبت ويذكر ويحذر، لأن الإنسان ليس معصوما، قد يقع في الشرك أو شيء من المخالفات، احتاج إلى الدعوة إلى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خاطب المؤمنين، قال لهم اتقوا الله، قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، آمنوا بالله ورسوله، أي اثبتوا على الإيمان وداوموا عليه. فلا يقال أن الناس مسلمون وموحدون ولا يحتاجون إلى دعوة، هذا كلام إما أنه من جاهل، وإما أنه من مضلل يريد أن يصرف الناس عن دعوة التوحيد حتى تتسرب إليهم
الأفكار الخبيثة والشركيات والخرافات. لا بد من أن تستمر الدعوة مع المسلمين ومع غيرهم بلا شك، والمسلمون أولى بالدعوة، تصفية أحوالهم، تثبيتهم على الحق، نفي ما يدخل عليهم من الشبهات، بحاجة إلى الدعوة. أما الدعوة إلى فضائل الأعمال وإلى حسن السلوك وإهمال العقيدة، هذا مخالف لدعوة الرسل، هذه دعوة مخالفة لدعوة الرسل. نترك الناس على ما هم عليه من خرافات وشركيات وجهل بالعقيدة ونحثهم على حسن السلوك فقط؟ هذا ما هو هذا منهج الدعوة الذي عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. إذن فضيلة الشيخ، نفهم من هذا أن الدعوة إلى توحيد الله تعالى والحرص على تعليم الناس توحيد الله سبحانه وتعالى هو منهج لا بد أن يسلكه الداعية، وليس خاضعا لحاجة الناس إلى أن يتعلموا هذا، وليس خاضعا لحاجة الناس فقط. كما ذكرنا، لا بد يكون هناك خلل في المجتمع، لا بد يكون هناك تسربات إلى المجتمع، لازم يكون هناك دعاة ضلال يتسللون بين الناس، فلا بد أن ينبه الناس على هذه الأمور وعلى محافظة على العقيدة وعدم الإخلال بها، تنبه لدس الدساسين والأعداء من الداخل والخارج، لا بد من هذا. لا يحمد الدين إلا بالدعوة الصحيحة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل الدعوة إلى الله تعالى تستلزم استجابة من ندعوه إلى الله؟ وكيف نعامل من يستهزئ بالدعاة أو يحتقرهم؟ وما الطريقة المثلى في الدعوة إلى الله عز وجل بين هذا الصنف من الناس؟ نعم، لا بد من الدعوة إلى الله، وإن وجهت الدعوة بمعارضين أو بمستهزئين ومتمسخرين، لا يصدنا هذا عن الدعوة أبدا. نحن لا نريد إرضاء الناس ومدح الناس، إنما نريد إرضاء الله سبحانه وتعالى، هذا الذي نريده. من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. القلوب بيد الله سبحانه، أن تتعامل مع الله جل وعلا لا تتعامل مع الناس مهما قابلوك. الرسول صلى الله عليه وسلم قوبل بما هو أشد من هذا، قوبل بالسب والشتم والتعيير، قوبل أيضا بالإهانة والضرب أحيانا، قوبل بكل مكروه، ومع هذا صبر عليه الصلاة والسلام وثبت على دعوته واعتبر ما يجري عليه في سبيل الله. وهذا هو منهج الدعوة إلى الله عز وجل. وكما قلنا، لا يقنط الإنسان حتى وإن قوبل بما لا يليق، فلا يقنط، أن هذا المعارض يهديه الله، الله على كل شيء قدير. أو أنك تقيم الحجة عليه، تقيم الحجة عليه وتبرئ ذمتك، فلا تتوقف عن الدعوة بسبب أن أحدا عارضك أو قال فيك، لا تتوقف عن الدعوة إلى الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: فهمنا أن الداعي إلى الله تعالى عليه أن يبدأ بأقاربه، بوالديه وأبنائه وزوجه، ثم ينطلق إلى عامة الناس، وإن كنا نرى بعض الدعاة يهتمون بدعوة الأباعد
ويتركون أقاربهم لا يدعونهم إلى الله تعالى، فما تعليق فضيلتكم؟ هذا واضح، هذا خطأ واضح، أنك تذهب للأبعدين وتترك الأقربين على الخطأ وعلى الناس. ما يقبلون منك إذا رأوا أن أقاربك على لم تكلمهم ولم تدعهم، يقولون لو كان هذا داعية إلى الله لبدأ بأقاربه وأصلح بيته وأصلح ما حوله. فهذا مما ينفر عن قبول الدعوة، إذا رأوا أن الداعية يهمل أهل بيته وأولاده ويهمل جيرانه ويهمل أهل بلده ويذهب إلى الآخرين. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بعث في مكة بقي فيها كم؟ 13 سنة في مكة يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول له: وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم. جزاكم الله خيراً. وهذا سائل يسأل يقول: كيف أو ما هي الطريقة التي أدعو بها أهل بيتي إلى الخير وإلى ما أمر الله سبحانه وتعالى به؟ هل يكون ذلك من خلال تربية أبنائي على الخير، أم يحتاج أن أعلمهم بعض العلوم الشرعية؟ تدعو أولادك وأهل بيتك بأمرين: الأمر الأول أن تأمرهم بطاعة الله، قال صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا أمر. الأمر الثاني أن تنهاهم عن المخالفات وعن المعاصي، وأن تؤدبهم، لأنك راع عليهم ومسؤول عن رعيتك يوم القيامة، فهم رعيتك، فعليك أن تقوم عليهم بالأمر والنهي والمحافظة على أخلاقهم والمحافظة على سيرتهم والمحافظة عليهم من المؤثرات. لكن بعض الناس يكون هو السبب في ضلال أهل بيته، يجلب لهم الفضائيات، يجلب لهم الشرور، يدخلها في بيته وتشتغل بينهم، فهو السبب في إهلاكهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى المسلم أنه يحمي بيته من هذه الآفات والتيارات الوافدة. أنت مهما أمرت أولادك ونهيتهم، ما دام هذه الفضائيات تصب في بيتك وتأتي بالمنكرات والشرور، فإن أمرك ونهيك لن يفيد، لن يفيدهم إلا ما شاء الله. فأنت تخلي بيتك من وسائل الشر أولاً، ثم تدعوهم إلى الخير وتعالجهم. نعم. نعم، جزاكم الله خيراً. وهذا أحد السائلين يسأل وكأنه أشكل عليه أمر الأمانة في العمل، وأنه مطالب في مكان العمل أن يقوم بالعمل الذي أمر به، وكذلك هو مأمور من الله تعالى بأن يدعو إلى الخير، فكيف يوفق بين أداء العمل وبين الدعوة إلى الله تعالى؟ نعم، يقوم بالعمل والوظيفة التي وكل بها، لأنها مطلوبة منه، يأخذ في مقابلها أجراً من الدولة، يقوم بالعمل، ومن خلال ذلك يدعو من حوله وزملائه وأهل دائرته، يدعوهم إلى الله، يرتبط بالعمل ويدعو من حوله، ومن يدعو زملائه، يدعو الدائرة التي هو فيها. إذا رأى خللاً ورأى شيئاً من المنكر يصلحه بالطرق المناسبة. نعم. نعم، هذا سائل يسأل يقول: ما هي المقومات التي يرى فضيلتكم أنها
يجب أن تتوفر في الداعية إلى الله تعالى؟ هذا أشرنا إليه. أولاً العلم، فلا يدخل في الدعوة إلا عن علم، لأن الجاهل لا يصلح للدعوة، لأنه قد ينكر شيئاً غير منكر، أو يأمر بشيء منكر، أو يحرم حلالاً أو يحل حراماً. وأشد من ذلك إذا اعترض عليه معترض لا يستطيع الإجابة ودفع الشبهات، هذا لا يكون إلا بالعلم والتسلح بالعلم. ثانياً يخلص النية لله عز وجل، يكون نيته وقصده الدعوة إلى الله لا إلى نفسه أو إلى دنياه، أو يريد المدح والثناء أو ما أشبه ذلك. يخلص النية، يكون دعوته خالصة لوجه الله. ولهذا قال أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، الداعية يدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه، وإنما يدعو إلى الله عز وجل. ثالثا عليه الصبر والتحمل مما يلقى في سبيل الدعوة، ولا ييأس ولا يقنط ولا يضجر في سبيل الدعوة إلى الله مهما أصابه. قال تعالى والعصر، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق هو الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تواصوا بالصبر على ما يصيبهم في مقابل ذلك. وقال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا أحد السائلين يقول أو يتكلم عن بعض الأماكن التي يقضي فيها بعض الناس أوقاتا في غير الطاعة، بل قد يقعون في منكرات مثل المقاهي والكازينوهات، يمضون أوقاتهم ويضيعونها في شرب الشيشة أو الدخان أو النظر في الفضائيات، فما رأيكم في الدخول عليهم ونصيحتهم باللين والرفق وإهداءهم بعض الأشرطة والكتيبات التي قد ينفعهم الله عز وجل بها؟ هذا عمل طيب، وهذا من أفضل الدعوة إلى الله، أنك تذهب إلى الأمكنة التي يجتمع فيها الناس وقد يكون فيها منكرات، فتدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، تهدي إليهم الكتب والنشرات أو الأشرطة الطيبة لعل الله أن ينفع بها. أما لو تركناهم في مجالسهم وفي مقاهيهم ولا يذهب إليهم أحد فإن الشر يزيد ويتطور. لكن إذا تعوهدوا بالزيارة والنصيحة والدعوة إلى الله سبحانه فهذا إما أن يزول به الشر وإما أن يخف الشر على الأقل. نعم، جزاكم الله خيرا. ونتوقف للأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أحد الإخوة يسأل يقول: كيف أدعو والدي إذا كان مدخناً أو مرتكباً لبعض المعاصي وهو يراني أحد أبنائه الذين الصغار الذين لا يصلون إلى مرتبة ينصحونه من خلالها؟ عليك أن تبين لوالدك أضرار الدخان وما قيل فيه، فتاوى العلماء في تحريم الدخان، تهديها إليه، تتلطف معه لعل الله أن يهديه. فهناك فتاوى كثيرة ورسائل في تحريم الدخان وبيان أضراره، وهناك كلام للأطباء تحذير من الدخان وآفاته وأمراضه، فعليك أن تحاول معه لعل الله أن يهديه. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول: في هذا الزمن الذي انفتح علينا أو انفتحت علينا وسائل الإعلام بأنواعها، وأصبح كل من أراد أن يتكلم تكلم وسمع الناس كلامه، ابتلينا بنوعين من الناس: دعاة إلى الشهوات ودعاة شبهات يصرفون الناس عن دينهم، وكذلك بدعاة ينتسبون إلى الخير لكن نرى فيهم تميعًا ويبحثون عن الرخص للناس ظنًّا منهم أنهم يساعدونهم على حب الدين، فما هو توجيه فضيلتكم لهاتين الفئتين؟ لا شك أنه كلما تأخر الزمان تظهر الفتن وتعظم، ومن أشد الفتن في عهدنا الحاضر والله أعلم بما يحصل في المستقبل هذه الفضائيات ووسائل الإعلام التي تنشر الشر والفساد في العقائد وفي الأخلاق وفي المعاملات، هذه فتنة عظيمة. فيجب على أهل العلم أن يقابلوا هذه الفتنة بالدعوة إلى الله وصد هذه الفتنة عن المسلمين. فالناس الآن أحوج ما يكونون إلى الدعوة إلى الله في هذا الزمان، لأن الخطر شديد، فلا بد من الدعوة إلى الله، وأن يبين للناس
ما في هذه الفضائيات من الشرور ومن القول على الله بلا علم. يبين للناس هذه الآفات وهذه الشرور، وينصحون بإخلاء بيوتهم من استقبال هذه الفضائيات، يخلون بيوتهم من استقبالها، لأن عندهم نساء وذراري وزوار يتأثرون بهذه الوسائل الخبيثة. فعلى المسلم أن يطهر بيته وأن يحمي بيته من وجود هذه الوسائل الفاسدة. ولو أن كل مسلم تحفظ على بيته ومن تحت يده واستعان بالله عز وجل لحصل الخير الكثير للمسلمين. ولكن حينما يأتي الإهمال والتواكل فإنها تحل المصيبة للمسلمين ويعظم الشر. نعم، فالدعوة إلى الله في هذا الوقت أحوج بكثير مما سبق لشدة الفتن وشدة دعاة الضلال وانتشارهم. وعلى المسلمين أن يوجدوا فضائيات مصلحة، فضائيات ووسائل إعلام وصحافة مصلحة ومقاومة لهذه الشرور. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل عن سؤال يتكرر من طلبة العلم، وهو أن طلب العلم لا بد أن ينتهي بنيل الدرجات العلمية، فكيف نجمع بين هذا وبين إرادة طالب العلم وجه الله عز وجل في طلبه؟ لا يتنافى أخذ الشهادات والدرجات العلمية مع الإخلاص لله عز وجل، فهذه تعتبر تابعة لا مقصودة. نيل الشهادة أو نيل الدرجة العلمية إنما هو أمر تابع وليس هو المقصود. المقصود وجه الله وطلب العلم لله عز وجل. فإذا منح شهادة أو منح درجة علمية فهذا من التشجيع على الخير، أبد لا يتنافى هذا مع هذا. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل الناس اليوم اللي ما معه شهادة أو ما معه درجة علمية ما يتمكن من الدعوة إلى الله ومن التعليم والتدريس إلا بهذه الشهادة أو هذه الدرجة العلمية، فأصبح أخذها ضروريا لأجل الوصول بها إلى الخير. نعم، وهذا كذلك يسأل يقول ما هو موقف الداعي إلى الله تعالى مع والده، خاصة إذا كان من النوع الذي يقسو على الولد، ولو أردت أن أدعوه إلى خير لطردني من المنزل؟ عليك بملاطفته والحكمة معه. وهل هو أشد شرا من أبي إبراهيم عليه السلام؟ لا، مع هذا صبر عليه إبراهيم ولاطفه وكلمه بالكلام الطيب، ولا تيأس من هدايته. عليك بدعوته إلى الله باللين واللطف والإشفاق عليه، ولا تيأس من هدايته. نعم، عليك بالصبر معه. نعم، هذا يقول إنه موظف وفي العمل نصارى، يقول كيف أدعوهم إلى الإسلام وكيف أوفق بين دعوتهم واللين معهم وبين معاداة المسلم للكافر؟ بينهما فرق، الدعوة إلى الله بالحكمة واللين، وبين الموالاة بالقلب والمحبة بالقلب. فدعوته والتعامل معه هذا ما يقتضي محبته بالقلب، وإنما يقتضي محبة الخير له، لا محبته هو، وإنما تحب له الخير، وأن الله يهديه تحب له الخير. فإن قبل الحمد لله، وإلا فأنت أبرأت ذمتك وأديت الواجب عليك. نعم،
هذا يسأل يقول: كيف يستطيع من أراد طلب العلم أن يوفق بين طلب العلم وبين الدعوة إلى الله تعالى؟ هل عليه أن يتفرغ أولاً للعلم ولا يدعو حتى يتمكن من العلم، أم يمكن أن يجمع بين الأمرين؟ لا، كما ذكر السائل يتفرغ لطلب العلم إلى أن يتأهل، فإذا تأهل يدعو إلى الله عز وجل، فأولاً يتعلم ثم بعد ذلك يدعو إلى الله عز وجل. نعم فضيلة الشيخ، سؤال يتبع هذا السؤال الأول، وهو: كيف يعلم من نفسه أنه وصل إلى درجة من العلم يستطيع أن يدعو إلى الله عز وجل من خلالها؟ هل ينتظر مشايخه أن يقولوا له إنك قد تأهلت اذهب ادعو إلى الله، أو كيف؟ إذا عرف الحق، عرف الخير وعرف الشر وعرف الهدى والضلال، فإنه يكون مؤهلا يدعو إلى الله، ولو لم يقل له أحد ادعو إلى الله، الله قال له ادعو إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك، فهو يعرف أهليته. إذا كان يعرف الأحكام الشرعية وعنده فقه في دين الله ومعرفة بالحلال والحرام والشرك والتوحيد والإيمان والنفاق وغير ذلك، فهو مؤهل. أما إذا كان يجهل هذه الأمور أو بعضها أو لا يزال يحتاج إلى تأهيل. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا الشيخ عادل إمام الجامع يقول: بعضهم يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، فإنه يكفي أن يعلم آية ليبلغها ويدعو إلى الله من خلالها. نعم الحديث صحيح: بلغوا عني ولو آية، لكن تبليغ على قسمين: قسم الأول تبليغ النصوص، إذا حفظت آية تحفظها لغيرك، إذا حفظت حديثا حفظه لغيرك، تقرأ عليهم القرآن، تقرأ عليهم الأحاديث التي تحفظها من غير أن تفسرها، هذا تبليغ النصوص فقط، تعلم الناس وتدرسهم وتحفظهم، هذا تبليغ النصوص. النوع الثاني تبليغ المعاني والشرح، وهذا لا يكون إلا لأهل العلم، هذا يكون لأهل العلم. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا بل هنا أكثر من سؤال، يقول أصحاب هذه الأسئلة إنهم يدعون الناس إلى الله عز وجل بالحكمة التي أمر الله عز وجل بها، لكنهم يعلمون من أنفسهم وقوعاً في بعض الذنوب والمعاصي، فكيف لهم أن يوفقوا بين هذا وهذا؟ الإنسان ما هو معصوم، الإنسان معرض للخطأ، إذا وقع من خطأ يتوب إلى الله، يتوب إلى الله ويدعو إلى الله ويتوب مما يحصل منه. أما أنه يترك الدعوة ويقول أنا عندي خطأ وعندك ولا يتوب إلى الله، هذا لا يجوز، عليه أن يبادر بالتوبة، ومن تاب تاب الله عليه ويستمر بالدعوة. نعم هذا يسأل يقول: هل من يدعو إلى الله عز وجل أفضل أم من يعلم الناس العلم الشرعي؟ تعليم الناس العلم الشرعي من الدعوة إلى الله، نوع من الدعوة إلى الله عز وجل، فإذا كان يعلم الناس الخير ويدرس الخير هذا من الدعوة إلى الله. نعم هذا يقول: إذا رأيت نساء متبرجات في أماكن عامة فكيف أتمكن من نصحهن دون أن أنظر إليهن؟ هذا يحتاج إلى علاج، يعني ظهور التبرج في الأسواق يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى محاضرات، إلى دروس، إلى مكبرات صوت تعمل في الأسواق ويلقى فيها وعظ وتذكير. أنا أقول لو أن مكاتب الدعوة التعاونية والرسمية يجعلون لهم في الأسواق مجالس أو أيام معينة يلقون فيها المواعظ على الناس ويذكرون الناس، لكان في ذلك الخير الكثير. أما أن الأسواق تترك ولا يذكر فيها ولا، فهذا يحصل منه شر كثير. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل القول في التفسير
قال الله تعالى حاكيا عن موسى، هل هذا القول صحيح؟ نعم، إذا ذكر الله كلاما لموسى أو لغيره هذا حكاية، هذا حكاية بلا شك. نعم، أو قال الله على لسان موسى أو على لسان داود أو لسان محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا يسأل يقول: الذين لم تبلغهم الدعوة في هذا الزمن هل هم مثل أهل الفترة؟ إذا قدر إن هناك قسم من الأرض لا يصل إليه دعوة ولا وسائل إعلام ولا يسمع شيء، هؤلاء مثل أصحاب الفترة. أما الذين تبلغهم وسائل الإعلام، والآن انتشرت وسائل الإعلام المشارق والمغارب، وهذا من حكمة الله من أجل إقامة الحجة على العباد، صار القرآن يقرأ يسمعه من في المشرق ومن في المغرب في آن واحد، الخطبة الموعظة الدرس ينتشر في مشارق الأرض ومغاربها في آن واحد. فلا أظن هنا مكان من الأرض والله أعلم لا يصل إليه الدعوة أو يسمع القرآن أو السنة. نعم. قد يحتج بعض الدعاة أو بعض من يشتغل بالعلم أن هؤلاء قد يكونوا قد سمعوا بالإسلام أو سمعوا بنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يقتنعوا بذلك أو لم يروا أنهم فهموا هذا الدين، فهل هذه حجة لهم؟ لا، هذه ليست حجة. إذا لم يقتنعوا بهذا الدين فهم مكابرون ومستكبرون والعياذ بالله. وإذا ادعوا أنهم ما يعرفون معنى الكلام يفسر لهم، يترجم لهم. فالعربي الذي يعرف اللغة العربية يكفي أنه يسمع القرآن ويسمع الأحاديث، أما غير العربي فلا يكفي سماعه لكلام لا يعرف معناه، لابد يترجم له، بيّن له معناه. ولذلك ترجمت معاني القرآن الكريم وتوزع، وترجمت معاني الأحاديث الصحيحة وتوزع بكميات كبيرة على أرجاء العالم. نعم. جزاكم الله خيرا. وماذا عن الذين لم تبلغهم الدعوة الحقة؟ يعني رأيناهم في بعض البلدان الإسلامية للأسف يعيشون ويتعلقون بالقبور ويدعونهم يدعون أصحابها من دون الله عز وجل، ويظن أن هذا هو دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدور في خلده أبدا أن الدين غير هذا. ما هو صحيح هذا. هؤلاء يبلغهم الدعوة إلى التوحيد في الكتب التي تنشر وتوزع، يبلغهم البرامج في الإذاعات وفي وسائل الإعلام، لكن ما يبون هذا، هم ما يبون هذا، يريدون أن يبقوا على ما هم عليه، ويقولون هذا دين الوهابية، التوحيد دين الوهابية، ما يبونه. هؤلاء معاندون وليس لهم حجة، لأنهم بلغهم الحق ولكن لم يقبلوه، وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، حجة الأولين لم يقبلوا الحق. نعم. إذن يعني الاحتجاج بالاقتناع ليس واردا هنا؟ لا، ما ليس واردا. نعم. اللي ما يقتنع مستكبر، معناه إذا بلغه الحق عن الله ورسوله وقال أنا ما أقتنع، أنا مستكبر على الله ومستكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقتنع بكلام الله ولا بكلام الرسول، إذن بماذا يقتنع؟ كلام الشيطان؟ نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل بشأن أئمة المساجد الذين لم يصلوا إلى مرتبة من العلم تؤهلهم لتعليم الناس العلم الشرعي، ما رأي فضيلتكم في إمام المسجد الذي هذا حاله يقوم بقراءة كتاب التوحيد على المصلين أو قراءة رياض الصالحين على أهل مسجده؟ شيء طيب هذا، أنه يقرأ عليهم النصوص والكتب يسمعهم إياها، هذا شيء طيب، ولا يفقدون الخير إذا سمعوا الحديث، سمعوا الآية، سمعوا كلام أهل العلم، لا بد أنهم يستفيدون ولو لم يشرح لهم. نعم. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، القرآن واضح في الغالب،
فالقرآن على أنواع، منه ما يفهمه العوام ومنه ما يفهمه العلماء ومنه ما يفهمه الراسخون في العلم ومنه ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلا أحد لا يستفيد من القرآن، كل يستفيد لكن على حسب ما آتاه الله سبحانه وتعالى، منهم المقل ومنهم المستكثر، ولكن تقوم الحجة على الجميع بسماع القرآن الكريم. نعم، العامي إذا سمع ولا تقربوا الزنا ما يفهم هذا، إذا سمع لا تشرك بالله ما يفهم هذا، يفهم هذا، إذا سمع أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يفهم هذا، إذا سمع يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ما يسمع هذا، ما يفهم هذا، يفهم هذا. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل، يفهم هذا كله وهو عامي، هذا بين واضح. فلا بد أن المسلم يفهم على حسب ما آتاه الله من القرآن ولو كان عاميا. نعم، جزاكم الله خيرا. وجاء هنا طلب نريد من فضيلتكم كلمة توجيهية بسبب ما يعيشه المسلمون في هذا الزمن من تكالب اليهود والنصارى على المسلمين ومعونة بعض أهل البدع من الروافض وغيرهم لهم، وأصبح بعض الشباب يرى في وسائل الإعلام المآسي التي تحل بالمسلمين من هذه الفئات، فبعضهم قد يعني يحبط ويرى أن الإسلام لن ينصر، وبعضهم قد يندفع أكثر ثم يقع في الأخطاء التي وقع فيها أو وقعت فيها هذه الفئة الضالة. نريد من فضيلتكم كلمة توجيهية للشباب. هذا ليس بغريب، الله جل وعلا يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم، والله جل وعلا يجري هذا الامتحان من قديم بين الرسل وأتباعهم وبين الكفرة من قديم الزمان، مداولات، أحياناً ينتصر الحق وأحياناً يدال الباطل، ولكن العاقبة للحق، الباطل وإن ظهر فإنه لا يستمر، وأما الحق فإنه يبقى، والعاقبة للمتقين. فعليكم إذا رأيتم هذه الأمور بالصبر وانتظار الفرج والدعاء وعدم الياس، وعليكم أيضاً بلزوم جماعة المسلمين، إذا رأيتم هذه الفتن فالزموا جماعة المسلمين وإمام المسلمين، ولا تشذوا برأي أو تستمعوا إلى مضلل أو من يدعو إلى الخروج أو إلى الشذوذ أو إلى التخريب، لا تستجيبوا لهؤلاء، كونوا مع المسلمين، كونوا مع ولاة أموركم، مع